عن أهمية هذا اللقاء والتنسيق المصري الصيني في الملف المتعلق بالقضية الفلسطينية وعلاقتنا مع الصين عموما، ده اللي هنتكلم فيه ونسأل عنه دكتور أحمد عبد المجيد خبير العلاقات الدولية. مساء الخير دكتور أحمد، أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا يا فندم أستاذة لبنى أهلا والسادة وسهلا، مشاهدي قناة الحياة. يا اهلا وسهلا بك. يعني طبعا موقف الصين موقف معروف، وشفنا يعني كلمه الصين اكتر من مره امام مجلس الامن الدولي، والتوافق الكبير اللي حصل النهارده ما بين الموقف المصري والموقف الصيني فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه، ده بتشوف اهميته ازاي دكتور احمد، واهميه التنسيق فيه لاحداث تغيير في تعامل المجتمع الدولي مع الازمه؟ خلينا في البداية نؤكد يا فندم على إن موقف الصين الداعم لمصر كان ممتد عبر التاريخ لامتداد العلاقات المصرية الصينية اللي كان ليها مواقف إيجابية دايما ما بين التوقيت اللي كان فيه الحزب الشيوعي الصيني مع الفترة اللي كانت سنة 1952 وقيام جمهورية مصر العربية الجديدة بعد انتهاء ثورة 23 يوليو. كان موقف الصين داعم بشكل كبير جدا منذ هذا التاريخ ومنذ تأمين قناة السويس، وكان القرارات الأممية دايما تتاخد بالصين لصالح مصر دائما نظرا لأهمية مصر موقعها الاستراتيجي والتاريخي والسياسي بالنسبة للصين عبر التاريخ. تمام. وده النهاردة ظهر من خلال رسالة وزير الخارجية الصيني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كانت بتتضمن تهنئة الرئيس الصيني لإعادة انتخاب السيد الرئيس في الفترة الرئاسية الجديدة، وكانت بتأكد على حرص الصين استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط، وده يؤكد اعتراف الصين ودور مصر القوي الاستراتيجي في الأزمة الحالية في المنطقة العربية. عبر الأحداث الماضية أكدت على أن دور مصر مهم جدا بالنسبة للصين، اللي بتؤكد المرحلة السابقة أن هناك ما يطفو فوق السطح بشأن حروب اقتصادية تشمل حروب المضايق والمسارات التجارية، ولا اختلاف على أن السياسة والاقتصاد هم العنصران الذين يسمحان باستقرار الدول ودعم التنمية وإنشاء البناء فيها في الدول اللي بيكون فيها تعاون مشترك نحو الهدف. تمام. وفي المرحلة الأخيرة كان انضمام مصر لمنظمة تجمع بريكس، كان بيؤكد أن مصر على خريطة الحزام والطريق طريق الحرير اللي تسعى الصين لتأكيد دورها الريادي في إعادة إحياء هذا الدور التجاري عبر الدول مسار الطريق. وده شفناه من خلال العلاقات الاقتصادية القوية اللي كانت بتؤكد على استقرار الشركات الصينية على المشروعات الاقتصادية في مصر هنا، ولا سيما مشروعات المواني وتطوير محور قناة السويس الاقتصادي والمنطقة الاقتصادية والمحاور الموجودة في مناطق الشحن داخل المواني المصرية. تمام. وهنا نؤكد على أن الصين ترى أن مصر هو هي الشريك الرئيسي الاستراتيجي في الشرق الأوسط، اللي استقرارها بيؤكد على استدامة استقرار جزء من استقرار دولة الصين في هذا الشأن. وده أكد النهارده من خلال المسارين السياسي والاقتصادي وبالظبط كده. وكان النهارده دور الصين في انها تكون داعمه لموقف مصر تجاه قضيه غزه، والتآلف ما بين الرؤى الصينيه كان ظاهر النهارده من خلال بيان المشترك لوزير الخارجيه الصيني مع السيد سامح شكري وزير الخارجيه المصري، ومن خلال لقائه والبيان الصادر عن الرئاسه النهارده. وبالتزامن مع ده دكتور أحمد، حرب اقتصادية وحرب كلامية وحرب تصريحات ما بين الجانب الأمريكي والجانب الصيني، ده إزاي بتشوفه في إطار كمان العلاقات المتزنة اللي بتتمتع بيها الدولة المصرية مع كل الأطراف؟ خليني أقول لحضرتك أن منذ بداية عام 2014 واستقرار البناية الجمهورية الجديدة لمصر، اتبعت استراتيجية جديدة في التنوع الدبلوماسي ما بين الشرق والغرب وعدم الميل نحو أي طرف من الأطراف أو الأقطاب العالمية وعدم الدخول في أي تحالفات أو تكتلات، واتجهت مصر لمرحلة البناء الخاص بها لشعبها ولاستقرار المنطقة، وكانت تسعى دائما للسلام في منطقة ملتهبة نتيجة آثار 2011 وما تلاها من أحداث في الدول المصرية. نعم. وفي الموقف ده كان يؤكد ان مصر كانت تسعى نحو البناء، وده سعى ليه دول كبيره في حول العالم انها تؤكد تعظيم استثماراتها في مصر نظرا لما تتمتع مصر به من موقعها
مواردها ومن خلال القوى الشعبية الموجودة فيها، وإضافة إلى كده القيمة العسكرية الكبيرة لمصر في المنطقة، وده اللي دفع مثلا دولة زي الصين إنها تكون ليها تعاون عسكري كبير ما بين تصنيع مشترك ما بين مصر والصين، وظهر من خلال معرض إيديكس الجناح الكبير اللي كان موجود لدولة الصين في معرض إيديكس، إضافة إلى التنوع والتطوير. وده هنا تؤكد على أن الدول اللي تسعى للتصنيع المشترك العسكري ما بينها وبين الدول الثانية بتكون تسعى إلى شراكة كاملة. وهنا ده بيؤكد الدور، وده شفناه النهاردة من خلال موقف الصين الداعم القوي ونحو استقرار المنطقة في الفترة الأونة. أنا هستغل فرصة حضرتك موجود معانا على التليفون برضو وادخل مع حضرتك في ملف تاني، واستمرارا طبعا للأكاذيب الإسرائيلية المتعلقة بالدور المصري ومسألة المساعدات. كان في تصريحات مهمة اتقالت امبارح وتم استكمالها النهاردة من خلال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وهقول كده عناوين سريعة. إن مصر بذلت، والحلو برضو العظيم في المسألة إنه بالأرقام وبالبيانات والتواريخ، مصر بذلت خلال 100 يوم الدامية التي مرت من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع، وأن الجيش الإسرائيلي قام بقصف الطرق المؤدية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني 4 مرات على الأقل، ومصر قامت في خلال فترة بسيطة بالإصلاح الكامل لهذه الطرق. أضاف كمان دكتور ضياء رشوان وقال إن السلطات الإسرائيلية المحتلة لمعابر قطاع غزة كانت بتأخر تفتيش المساعدات قبل السماح بمرورها للجانب الفلسطيني، ومعبر رفح طبعا ما كانش مقفول للحظة واحدة طوال أيام العدوان. حجم المساعدات الطبية اللي دخلت غزة من معبر رفح 7000 طن، المساعدات من المواد الغذائية 50000 طن، حجم المساعدات اللي دخلت لغزة من المية بنتكلم على 20000 طن، و1000 قطعة من الخيام والمشمعات والمواد الإعاشية، 11000 طن مواد إغاثية تانية، 88 عربية إسعاف جديدة دخلت قطاع غزة، تم إدخال 4500 طن من الوقود وغاز المنازل، إجمالي عدد الشاحنات اللي عبرت من معبر رفح لغزة 9000 شاحنة من بداية دخول المساعدات من الجانب المصري، استقبلنا 1210 مصاب ومريض من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، عبور 23000 شخص من الفلسطينيين والرعاية الأجانب ومزدوجي الجنسية، و2623 مصري من العالقين بالقطاع. وفي النهاية أكد دكتور ضياء رشوان أن مصر بتواصل جهودها القصوى للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والسعي من أجل زيادتها. دكتور أحمد، الرد المصري أو التوضيح المصري بهذا الشكل بالأرقام بالإحصائيات بإيه اللي حصل، بتشوف ده إزاي في إطار يعني أنه في دلوقتي تربص وفي إصرار على يعني اتهام مصر بشكل أو بآخر أو الحاق الأذى بيها، وأن البعض كمان من المنابر المعروف أغراضها المنابر الإعلامية بتتبنى هذه الرواية الإسرائيلية، يعني هم طول الوقت كانوا كدابين وما كنا بنقول كدابين في حاجة زي كده، لا دول عندهم حق. بتشوف إزاي الإزدواجية دي دكتور أحمد؟ طبعا انا بشكر حضرتك على السرد الرائع من الارقام اللي النهارده هي لوحدها وثيقه رسميه عالميه تؤكد على ان مصر دائما كانت هي البوابه الرئيسيه للمساعدات الانسانيه بالاطنان نحو الجانب الفلسطيني من خلال معبر رفح. خلينا يا فندم نرجع ليوم 20 اكتوبر زياره السيد انطونيو جوتيريش الامين العام للامم المتحده الى وقوفه عند معبر رفح، في صورة كانت صعبة شوية ان احنا مش عارفين ندخل بالمساعدات للجانب الثاني والمعبر مفتوح امام كاميرات العالم كله، وهنا كان في تزييف لبعض وكالات الانباء المقصود بيها تزييف الصور والحقيقة، وكان الموقف والمشهد كان معروف يمكن الناس شافوه والسوشيال ميديا تناقلوه عن من خلال المراسلة اللي نقلت اكاذيب معينة عن قفل المعبر، وده كان ظهر برضو دخول المعبر كان دي محتاج من مصر كان اصلاح الطرق الداخليه اللي تم قصفها من خلال جيش الاحتلال في الوقت ده، وطبعا بعدها بدات تدخل المساعدات وكانت على مرأى وبسمع من الجميع، وكانت كل وكالات الانباء العالميه بتشوفها من خلال مطار العريش او من خلال ميناء العريش اللي كان بيستقبل المساعدات بالاطنان يوميا عشان تقدر انها تدخل المعبر، والحافلات كانت بتدخل دايما. موقف مصر كان مؤكد دائما على ان اصرار مصر على دخول المساعدات هو الهدف الرئيسي لمصر، وان معبر رفح مفتوح من الجانب المصري دائما، وان تعطيل المساعدات ومحاوله اتلافها قبل وصولها للفلسطينيين ومثبت انه كان بيتم من خلال
اجراءات التفتيش المتعسفه من خلال الجيش الاحتلال والجيش الاحتلال داخل القطاع غزه قبل وصولها الى المساعدات. هو يا دكتور احمد والكلام ده قالته او قاله الجانب الامريكي، انا السؤال هو ليه الاصرار ده؟ حتى امريكا كانت بتطالب وبتناشد اسرائيل باهميه ادخال المساعدات، وان ما يعني بلاش معبر رفح كرم ابو سالم، وانه يحصل تسهيلات، وان احنا بننسق علشان ندخل المساعدات. فبالتالي المساله دي واضحه يعني وضوح الشمس، فليه اتفضل. ايام يا فندم كان زياره وزيره الخارجيه الالمانيه 5 ايام لمعبر رفح معاها محافظ شمال سيناء اللي هو كانت موجوده هناك وشافت بعينيها ان المعبر مصر من الجانب المصري مفتوح وان في تعطيل لدخول المساعدات للجانب الفلسطيني. طيب هنا النهارده في قرار اممي صادر 2700 ده الوحيد اللي ما كانش فيه فيتو امريكي صح؟ بالظبط يا فندم، وما تنفذش برضه. و156 دولة يا فندم صار تسعى للتصويت عالميا، ده أعلى تصويت تم في الأمم المتحدة على قرار أممي إدخال المساعدات لإدخال المساعدات ولم يأتي. في حين إن إحنا نشوف ازدواجية المعايير باعتراف أمام مثلا الجنائيات الدولية، وهي مثلا نجد أن المحامي الإسرائيلي يرى أن اعتداء يوم 7 أكتوبر على الإسرائيليين كان اعتداء، وهو بيشوف الجزء الثاني اللي يخص إن في هجوم من قوات جيش الاحتلال بتدمير قطاع غزه والكلام ده، فقال انا لست محامي للدفاع عن هذا الشان. هنا في ازدواجيه المعايير كانت موجوده دائما في التصريحات الاعلاميه والمنابر التي تسعى الى تسميه الحقائق دائما. موقف مصر يا فندم موقف داعم للقضيه الفلسطينيه منذ عشرات السنين وليس من النهارده. لا احد يستطيع ان يزايد على مصر في موقفها الداعم لبناء دوله فلسطين على حدود 4 يونيو 1967. هذا ما ذكرته جميع التصريحات والمسؤولين المصريين والرؤساء عبر السنوات اللي فاتت كلها فندم. منذ قضيه فلسطين للنهارده احنا وفلسطين قلب واحد، لا يعني ما فيش خلاف في اي حاجه ممكن بيننا وبين شعب فلسطين، الا حاله وحيده ان احنا نتمسك بارضهم. ده واجبنا ودورنا وقدرنا في نفس الوقت ان يتم المزايده علينا بشكل او باخر. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد المجيد خبير العلاقات الدوليه.